السوشيال ميديا لازم توضيح هنا. متفاجئ الزلمة. انت شنو تعليقك؟ تحبين السوشيال ميديا تكرهيها؟ لا بكرهها. اي طبعا ظلمتني كثير. شلون؟ يعني احيانا بتكون في تعليقات سلبية. احكام مسبقة. اي طبعا احكام مسبقة ما بيصير. يعني بتمنى يا جماعة يا ناس يعني لا تحكموا على حدا بدون ما تعرفوا. المشكلة بيحكموا وبيسبوا. شنو أسوأ تعليق من يجيك تنزعجين من صدق؟ أسوأ حكم ماخذين الناس غلط عنك؟ يعني إنه هاي الأحكام على الفنانات إنها تشيب إنها هي شيء يعني؟ إيه طبعًا طبعًا أنا وغيري يعني. إيه بس ما بيصير يعني يحكوا هيك هن. يعني هني شو يرضوا على عائلتهم؟ لا يعني لا هو المسبة ما بيصير تطلع من الإنسان، الإنسان المحترم. طبعا الأخلاق عالية ما بيسبوا بيشتم. هلا مثلا غنيت نفس مالي. طبعا يعني جميلة جدا الأغنية وحلوة. تعرضت لمسبات انه ليش عم تغني عراقي؟ ليش لا؟ ليش المسبة يعني؟